تفسير حلم العقرب رؤية مرعبة، فما هو معناها؟ تثير رؤية العقرب في الحلم الذعر والخوف في قلب الرائي، فبحسب الإمام النابلسي إن رؤية العقرب في المنام تدل على معاناة الشخص من مشاكل كبيرة في حياته. وفي حال رأى الشخص نفسه يقوم بابتلاع عقرب، فهذا يدل على إفشائه سراً خطيراً عن نفسه لأعدائه. أما رؤية الشخص لنفسه وهو يحمل عقرباً أسود اللون يرعب به الناس، فتدل على أنه شخصية نمامة تلحق الأذى بالآخرين. وقال الإمام النابلسي إن العقرب في حلم المرأة المتزوجة يرمز إلى وجود مشاكل بينها وبين زوجها بفعل بعض الأشخاص الذين يحاولون تدمير حياتها الزوجية. أما إذا رأت أنها تلدغ من عقرب أصفر اللون، فهذا يعني خيانة شخص مقرب منها لها. وتعد رؤية دخول العقرب لبيت الرائي دليل على وجود مجموعة من الأشخاص الحاسدين والحاقدين عليه الذين يحاولون تدمير حياته وإفسادها. أما قيام الرائي بقتل العقرب فيعني قدرته على التخلص من المشاكل والهموم التي يمر بها. وفي حال قامت المرأة بحرق العقرب في المنام، فهذا يعني موت أعدائها أو قدرتها على مواجهتهم والتخلص من المشاكل التي تمر بها في حياتها. أما رؤية المتزوجة لشوكة العقرب في منامها فدليل على ارتكابها أمورا محرمة وانزلاقها في طريق الحرام، لذلك يجب عليها الإقلاع عن هذه الذنوب والتوبة إلى الله. وتعتبر رؤية المرأة الحامل للعقرب في منامها من الرؤى الغير محمودة، إذ إن رؤيته تدل على معاناتها من مشاكل صحية وخطر الولادة المبكرة. وفي حال رأت أن العقرب يلدغها، فهذا يشير إلى ولادة صعبة لكنها ستنجو منها وجنينها بإذن الله. وفي حال رأت الحامل عقربا في فراشها، فهذه إشارة إلى وجود عدو لها من أهلها، لذلك يجب عليها الحذر. وفي حال كان لون العقرب أسودا فهو يرمز إلى الولادة المتعثرة. قال ابن سيرين إن رؤية الفتاة العزباء للعقرب في منامها تحمل رسالة تحذيرية عن وجود شخص ماكر في حياتها يحاول إفساد علاقتها بأهلها وبأصدقائها. وفي حال قام الرائي بقتل العقرب في المنام، فهذا يعني نجاحه في تجاوز الصعاب التي يواجهها في حياته وحسن تدبيره للأمور. هذا كله، والله أعلم.